مش اول مره تبقي يبقى في محاولات انك تيجي الزمالك صح كده؟ مش أول مرة، لا مش اول مره. حصل امتى تاني؟ حصل قبل ما اجي، يعني قبل ما اسافر، يعني انا سافرت اسبانيا، حصل قبل ما اسافر المحاولات ان انا اجي نادي الزمالك بس فشلت. كان كنت في نادي الشمس، كملت مع نادي الشمس، وبعديها سافرت، يعني في 2022 انا ما اوكي كملتش معاهم. طيب، السؤال بقى، انتي انضمامك للزمالك جه ازاي المرة دي بقى؟ المدير الفني كابتن محمد عبد السلام مكلمني في التليفون وقال لي يعني ان هو عايزني انضم للفرقة وان انا هبقى اضافة يعني للفرقة وكده. وبعد كده رحت اتكلمت مع كابتن حسن يسري وقعدنا، وبعديها بيومين جيت امضي عادي على طول. على طول مفيش بصي، تفكير. هو كابتن حسن يسري اصلا من الشخصيات بجد اللي هي ايه، طبعا نجم سابق، نجم كبير يعني، عنده انجازات محترمه جدا وبطولات وارقام يعني. فمجرد ما بتقعدي معاه انت تحس انك مقتنعه، هو دي شخصيه حقيقة لطيفه جدا ومحب للنادي جدا، دي حقيقة أيوة. فجميل يعني. طيب قوليلي، انت خلينا نرجع لورا شويه قبل ما اكلمك بقى عن استقبال الفرقه وعن عامله ايه مع الفرقه والكلام ده. انت بداتي تلعبي كره يد امتى؟ وليه اخترتي اليد مش لعبه تانية؟ بدأت ألعب كرة يد في 2006 وأنا عندي 5 سنين، بس قريبي قبليها بأسبوع قرر إن هو يبدأ كرة يد، وبعد كده هو عجبه الموضوع في 2006 في بدأتي 2006 تلعبي، انت مواليد كام يا ايه؟ 2001، اوكي. فأنا وأنا عندي 5 سنين يعني. وبعد كده بدأت في نادي الشمس بقى، كابتن كلمني وكده عشان أنا طويلة من وأنا صغيرة، فهو الكابتن كلمني وقال لي تعالي اعملي اختبارات وكده، يعني ما دخلتش على مدارس، دخلت على فرقة على طول، كانت فرقة 2000 ساعتها يعني، وبس. وبدأت فضلت في نادي الشمس لحد يعني وانا عندي لحد ده وانا عندي 21 سنة. انت سبتي الشمس امتى؟ سبت الشمس 2022 علشان رحت اعمل ماجستير بره في اسبانيا، فسبتش يعني، ولعبتي هناك ولا؟ لعبت هناك، مرنت مع فرقة في برشلونة، يعني كنت عايشة في برشلونة، مرنت مع فرقة في برشلونة شوية، وبعد كده سبتها ورحت فرقة في بلباو.